خلينا في صوت المرأة، بتسأل الحاجة عواطف برضو، بتقول طب صوت المرأة التي تحفظ النشء في المسجد القرآن، هل هو عورة؟ أبدا أبدا، طيب متى كان صوت، يعني المرأة مأمورة بأن لا تخضع في القول، ولا تخضعن في ولا تخضعن بالقول فيطمع ويطمع الذي الذي في في قلبه قلبه مرض، مرض. هذا هو الممنوع. لكن صوت المرأة ليس عورة، صوت المرأة، النساء شقائق الرجال. القضية أن المرأة مبناها على الصون والعفة والكرامة، وإذا كان يعني الأمر بالعرف بالمتعارف، خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن لم الجهل. يكن فيه فتنة ولم يكن فيه ما يدعو إلى الريبة، فلا حرج ولا إشكال.